اصدقائي كيف اشياءكم؟ ان شاء الله تكون بألف خير. طبعا مثل كل مرة وكالعادة وكل رمضان لازم نعمل شيء مختلف وشيء مشترك مع بعض، وهالمرة كمان عملنا فيديو على قناتي وفيديو على قناته. فقبل ما تحضروا هاي الحلقة رح نحط لكم رابط الحلقة الثانية اللي رح يكون يا بأول تعليق مثبت يا بصندوق الوصف. وهلا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ورمضان كريم. نور السيارة كلها صارت جاهزة، مي وتفقدناها، زيت وبدلنا، الأمور تمام. يلا عبادة، يلا عبادة تأخرنا، يلا يلا أمي، يلا طالع، يلا خدوج يا خدوج ولك يا بدل. إيش في أمي؟ جامعة أخوك عبادة عامي مسابقة للمتفوقين، بدنا ناخذ اخوكي ونروح نسافر عليها عشان اخوكي يشارك فيها. امي انت قلتي متفوقين، عباد ايش دخلوا؟ انا بعرف، المهم اخوكي مجود رح يضل عندك، ديري بالك عليه. شو بدك تتركي مجود عندي؟ اي نعم، في اكل بالبراد بس في سخنينه اياه وخلي ياكل، والمساء بالدرسي شو وين ما بدي ارجع. امي خدي معك الله يوفقك. ما بدي اعيد مثل ما فهمتك، يلا سلام. انا بس بدي افهم شغلي، ليش بدنا نروح ونعذب حالنا بهالمسابقة؟ ما بتعرفين انه بدنا سطل؟ هذا بده يربح بمسابقة. لك يا جماعة، هلا نحن ايش خسرانين؟ ما بتعرف؟ جوز هالمرة يفتح مخه ويربح، أنت أكرم من الله؟ لا يا ستي مالي أكرم من الله. ضايع بس وين والله هو؟ وين بده يكون يعني؟ أكيد الله بكون بيرك عم ياكل الكتب أكل. قلتي لي عم ياكل الكتب اكل، ما صوت شخير عم بهز التخت من تحته. ولك جردان شينا، يلا انا جاهز. اخي عدمني اياك الهي، قول امين. ويدك يا ام عبادة؟ ولك يلا با، ولك ليكني اجيت بدك تم علينا الحارة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بدهم ياخذونا ما بيعرفوا شلون. ولك يلا يا بني ادم، لا اله الا الله. مشيتوا ولا لسه؟ يخرب بيتك على هالمنظر، طلعي ايش لابس؟ طلعي شو بمنظري ليه؟ ولك روح فيها منظر لابسه ولك. يلا يلا، لما بقول لك اولادك بصريع ما بتصدقيني. هيني هيت بتجوز وحده من قرايبينه، بتجيب له اولاد مناقيل. يلا انا نازل استناكم تحت. وقف عند اخوي، تعال تعال تعال. احنا الله وين رايحين؟ ما بعرف لوين رايحين. انا عم بسالك وين رايحين؟ رايحين نقدم على مسابقه للمتفوقين. والله منيح بتعرف. وهذا منظر واحد متفوق رايح يحضر مسابقه؟ شو هاد لابس لي شرط على قميص؟ مسك لي شحاطة في ايدك كمان. يا بابا هيك الموضة، ايش عرفك بموضتنا انت؟ فرج بعدين مطبق لك فضي على فضي واسود على اسود، كتير حلوة موضة يا ابدل. بدي العنا افتح بابك. افتح، ما رح افتح ما رح افتح. الله بسرعة بغير هالمنظر، فهمان؟ خلص تمام، فهمت فهمت. شردون اسم حتى بلبسنا بده يتدخل، يروحوا يشوفوا موطن ايام الثمانينات شو كان. ما تعرف شو عم تهرتم ها؟ ما حكيت شي ما حكيت، هلا فورا بدي اغير. يلا صاحبنا. ايه لك هدول مو عيلة ابو جمعة؟ لعم ايه والله هدول هن. قل له خليهن يجوا يطلعوا معنا بالسيارة، هي مكيودة ما تطلع بسيارته. ابو جمعة تعالوا زوروا يطلعوا معنا بالسيارة تاعو. لا لا قل لهم خلي يجوا هن يطلعوا معنا بالسيارة، ايش بسيارتنا خيو؟ ابو عبادة تعالوا تعالوا طلعوا معنا انتم بالسيارة تاعو. لا تعالوا ابو جمعة، سيارتي احدث منصل اسرع. لا يا سيدي ما لها علاقة، سيارتي ارجل ومنصل اسرع. يا سيدي بتراهني بساعتين بسيارتي بنصير هني. طب يا سيدي بتراهني بساعة واحدة بصل لهني. بدك خلصنا بابا، هلا متأخر تروح علينا المسابقة. يا الله حول ولا قوة الا بالله بينك وبينه. ها يلا خلصونا، الله وقت تعزموا بعضنا نلحق. موافق يا سيدي،
والخسران رح يفول له سيارته للتاني. طب ماشي يا سيدي يلا تعال. شو بدنا نسعى كلياتنا بسيارة واحدة يا ربي دخيلك. يلا عبدا انزلوا نطلع بسيارته. انزلوا يلا انزلوا. بيرك عم قسم علينا وبعبي وفضي. انزلي ام جمعة انزلي اطلعي ورا مشان يجي ابو عبادة لهون. انزلي عليك وعلى البطيخ. قسع هيك لجوا لاقول لك وين أسيح. اروح بحالي والزع في الباب يعني اقول لك قسع. شحت السيارة؟ كني في حدا فسيان؟ يلا ولك بصوف الرابة هيك هيك تأخرنا. بك شو بدنا نسحق كذا هلا مع بعض هنيك؟ يا الله يعني انتو عليكم كل قصة هلا. لسا عم تقسم على ايده بتعمل لي قصص وحكايات. يلا الله اقتنع. شو يا جماعة؟ تعرف طريق انت شي؟ شايفك ماشي لا بتطلع لوحات لا بتطلع على شي خيرت وماشي. طبعا بعرف طبعا خلص انت ايش بدك؟ انا حفظان البلد شوفي. اذا ما بتعرف الطريق شغل جي بي اس عطور احنا مشغله ونمشي عليه لانه شو هذا جي في في اس مدري بطيخ مبسمير. بهدلتنا يا جماعة بهدلتنا. ماما تعرف الجي بي اس؟ بابا الجي بي اس خريطة بتشغلها وبتمشي عليها. ما بده ما بده عبالكم حفظان الطريق مثل اسمي انا. بس ايدي اذا ما رح نتأخر اليوم. ايش هالشوب هيك؟ ايش هالشوب؟ ايش بك انت التاني حاج تلزق فيني ورجع هيك؟ مالي لازز عليك انا لازز عليك انا. بابا تقشك على ريحة خمامك. على اساس هو ريحته مو خمام يعني. لك اف ايش هالرواية حي؟ مين عم طالع هالرواية حي؟ اخي معكم ناس مهففة. يلا مجودة قوم شان تفطر يلا. قولك قوم يا بني آدم. يا لطيف ايش هالمناظر مع هذا الصبح؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا لك تيس بالبيت كلياته ما في حدا يعني هلا اذا بدو بخواني اكو بغنى ما في مين يخلصك مني فهمان. شكرا. ما في غيرنا معديين بالطريق. هاي في الدومري. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب دخيلك. ماما ايش صابه هاي يا لطيف؟ وليف ولي السيارة تعطلت. ليش وقفت سيارتك قبل جمعه؟ والله ما بعرف مالها بالعادة. شلون مالها بالعادة؟ والله ما بعرف علمي علمك. وليش نعمل هلا يا جماعة؟ ايش صار؟ طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم اكيد شغلة بسيطة. بسيطة تعال هلق تعال حاني نشوف ايش بي. والله ما قلب العادي والله ما قلب ما اصلا نحن تضرب وانتوا هالطلعة. حول ولا قوة الا بالله. ما عرفت تقطعنا غير بهالمنطقة هاي. انزل حال دفش نارس تارس انا منك هون زي يا اخي. يا بقولنا لكم خينا نطلع بسيارتنا. لا تطلعوا بسيارتكم. ليك يا سيارتكم قطعتنا. والله ما قلب العادي ايش بي هاي. قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. مغير له زيت السيارة ما راح مغير له. والله مغير له والله مغير له بس ما بعرف ليش وقفت. لك ابو جمعة ايش صار معك؟ خلصنا ماما شيلها من هالمنطقة هاي. شوف لوين دبعت. جيبها شجرة وتوصل. هلا وين جبت؟ خيو والله العظيم انت شغلتك شغلة. والله ما بعرف ما عرفت ابو جمعة. عجبني الراداتور. ما بعرف السيارات هذول ايش بزبطهم الله. عجبني المكيف لان الراداتور. ايش له علاقة المكيف انت الثاني؟ هي شغلتها شغلة كهرباء والله اعلم. بس احنا انا وانت ما بنفهم بالكهرباء يا ابو بيض ايش نسوي؟ فيها بنزين؟ لك بقول لك شغلة كهرباء شغلة هيك ميكانيك ما ميكانيك بتقول لي بنزين. ما اتمنى غير ندق ابو حدو المصلح. مين هذا ابو حدو؟ هذا صاحبي. والله ادق له شاب استنى لكان. تقول له لشو تقول له؟ ولسه عبرهن بده يصل ساعة قص يعدمني ياكل انتو سيارتكم. ايه اسكتي بابا ما بايده قرأتينا ها. خلينا نعرف نخلص من هالبلوة اللي ملينا فيها. حسبنا الله ونعم. تعرفي وين نحن؟ انا باري وين عبد الله الواسعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا قوة الا بالله. ما عرفت تقطعنا غير بهذا المكان كمان يا اخي. صدقني مقطوع. لك انا بمنطقة ما في كلب يعدي
ضروري تجي تشوف لنا السياره مقطوعين عم نقول لها. الو الو فصلوا الحقير. طمني ان شاء الله. عقول ما راح يقدر يجي لبكره، نحن بمنطقه بعيده. نعم سمعتي ايش عبول؟ شو؟ الله لا يوفقك على الخبريه. الو الو خدوج، بجوز نتاخر لبكره، انقطعت فينا السياره لانه شو؟ ولا قوة إلا بالله. في قاعدة هيونة بالمنطقة المطلعة، إذا طلع عيونك شي مشلح حدا ما حدا بشوفني. لك اسكتي بقى اسكتي، تمك فارة ولا هالبشارة؟ ما يضربش قدك بومي. أحسن من هيك ما ضربوا بعدين. شعلت شعلت. هذا اللي عنا، لنضطر الليلة ننام هون، وقت ما بكرة يجي هالمصلح نشوف شو بدنا نسوي. منيح خطر على بالك تحط الخيمة بالباكاج والله. دائما بعيفها بالسيارة، أنا بتلزم خيو، شفت اليوم لو مالها موجودة والله كان نمنا في الشوارع. والله ننام الشوارع. يعني سوان يا أولاد، لا حدا يخاف من نوبة. معكم أبهاتكم قلوبهم من التأسود. نعم قصدك على الغابة لوين بتودي؟ أنا بعرف. والله شكلها كبيرة كتير. ما مبين شي منه. إيش بك؟ شو الصوت هاد؟ في صوت. شو الصوت هاد عبيدة؟ وقفت يا واحد 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 يا أبو جمعة أبو عبادة وين الهدوء؟ أبو عبادة وقفوا ولا صوت. بسرعة بسرعة إيش بدنا نعمل؟ هدول عم ياخذوهم. إيش بعرفني؟ لوين؟ لوين؟ وين بدكم تاخذوهم؟ أبو عبادة إيش بدنا نعمل؟ ولا كل ما انت ويا فض المسدس براسك. ها